والله شو نقول لك، انا خليتي العياري خليته اخر حاجه نثبت عليها فيه وقت اللي قال رشيد عمار لوم كيا دينو، ومن بعد بمده هابت اون فيديو قراني يا توينسا كذبت عليكم وراني صنعت الحكايه هذيك صنعا بوغ فو مانيبيولي، راني انا وقتها في بلجيكا ورا اورديناتور وقلت لكم اهبطوا عرضوا صدوراتكم للكرتوش راهو جايش معاكم. انا في بالي من الحكايه هذيك باش يحشم على روحه وما عادش باش يحكي بكل في السياسه. جيت قلت لكم شكون الضيوف، الحق انا تفاجات اللي لقيتك من ضيوف البرنامج على خاطر انا وليت نعتبر بعد الحكايه ذي وليت ما تعرضني كان على فيسبوك ساعات كظاهره مضحكه يحكيوا عليها العباد تاع هاو ستاتيو هاني تحت في سال دوبان هاني عايش وحدي تحت في سال دوبان، في بالي معناه النشاط نتاعك ولا يقتصر في حكايات كيما هكايا. لكن نظرا للي انت ذي فراساتي انا مشيت نقرا في الباج نتاعك باش نقرا لي ستاتيو، الحقيقه شنو نلقى؟ نلقى هاو المدون الفلاني اللي هو كان معناها رفيقك في النضال ولا كان يظهر يناضل اكثر منك بيع عمه في سيغته في صياغتها وفار حبس وبيه وعليه، المدونه الفلانيه الاخرى المناضله هذيك عملت صور اباحيه مع صديقها وقالت لي الاورديناتور نتاعها تسرق وتقارن فيها بعدنين الحاجي اللي زعما ادعى اللي داروا تسرقت حسب رايك انت، ومن بعدها وجماعه الجي تي تي هاو العباسي والعياري حتى ما عليشاوش. معناها في الحقيقة هذيين هذر خليط أميكس بيتريد هكا خليط مقرف من من ما نعرفش أنا صغال وناب وشوية هكا ديدوني وشوية بن بيز وشوية عادل علمي وشوية إليميناتي، معناها حاجة بيتريد في الحقيقة. أنا نعتبره هذيين وهذر، أنا واحدة من الناس نستنكف من التعليق عليه، معناه يشوف كان سليم عنده حاجه ما يعلقها، انا في الحقيقه حاتم سليم السنهاجي نحيوه، معناها ما عندي حتى تعليق على الهذيين هذايا، حتى تعليق. لا تسمح لي نجاوب. وانا باش نقول لك كيما قلت لك الراجل العام لا انتظر اجابه، راه معناها نجاوب اما انا لا سأجيب.